احنا معانا دلوقتي على الهاتف السفير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق على الهاتف. اهلا بحضرتك يا فندم وصباحك صباح الورد. صباح الخير يا فندم واهلا بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. ربنا يخليك حضرتك. طيب في البدايه عايزين نعرف ايه اهم الرسائل اللي حملتها الندوه التثقيفيه امس؟ هي الحقيقه الندوه يعني كانت فيها مخاطبه للماضي اللي احنا بنفتخر بيه ومحاوله لاحياء روح هذا الماضي للحاضر اللي احنا بنعيشه ويكون دفعه للمستقبل احنا بنأمله جميعا سواء الشعب او القياده او القوات المسلحه او الشرطه. وبالتالي ندوه امس انا اعتقد ان هي كانت بالغه الاهميه وكان لها يمكن نتيجه ممتازه في يعني شحن الطاقات ورفع الروح المعنويه للشعب المصري وتبصيره بالانجازات التي حدثت في الماضي سواء في حرب 73 او في الحاضر في الحرب البناء والتنميه اللي احنا بناخدها الان تطلعوا عند مستقبل ان شاء الله افضل وده هيكون في القريب باذن الله. خلينا كمان نوضح اكتر للمشاهدين ليه ملحمه اكتوبر بتعتبر ملحمه سياسيه وعسكريه في نفس الوقت؟ يعني هو حضرتك يعني التاريخ بيقول والنظريات الاستراتيجيه كلها بتقول انه لا تستطيع ان تحققي اهدافك بعمل عسكري فقط واحيانا لا تستطيع ايضا ان تحققي اهدافك بعمل سياسي فقط. فملحمه اكتوبر كانت نموذج بارع لفكره تحريك الموقف السياسي بعمل عسكري ضخم يزلزل يعني ارجاء العالم كلها وده اللي حصل فعلا بدون مبالغه. وبالتالي تجذبي الاطراف كلها والعالم كله الى فكره انه لا ده احنا لازم نقعد ونتكلم علشان نشوف الطرف الاخر دوت ايه مطالبه وايه اهدافه. فالملحمه ديت حقيقه انا بعتبرها نقطه تغير حتى في السياسات بالنسبه لدول كثيره في العالم لان هي فعلا اثبتت انه تحريك الموقف ده هو كان الاساس في الاجلاء القوات الاسرائيليه من سيناء ولولا هذا الامر ما كناش قدرنا نصل الى النتيجه اللي احنا عايشينها الان وهي ان سيناء كلها تحت السياده المصريه وفي يعني اراضينا كلها بنملكها وبنتمتع بها. فالعمل السياسي كان مصاحب قبل واثناء وبعد المعركه. وده في حد ذاته اعتقد تنسيق كان عالي جدا وكان بيديره رئيس الجمهوريه بنفسه القائد الاعلى للقوات المسلحه ايضا ووضع خطه خداع استراتيجيه بارعه ايضا حتى يعني يعتقد العالم ان احنا ما عندناش اي قدره على القتال ولا على تحريك الموقف بعمل عسكري ضخم زي اللي حصل يوم 6 اكتوبر 73. فانا بشوفها دائما ان هي مناسبه يجب ان احنا نقف امامها وكل سنه حضرتك هتكتشفي دروس جديده من ملحمه اكتوبر لان هي فعلا يعني شيء مميز. ويمكن انا اشرت في اخر كلمتي الى ان معالجه مصر للازمه في ليبيا كان فيها اقتباس كبير جدا من روح اكتوبر. صحيح. ويمكن حضرتك كمان يعني احنا بنشوف الدول العربية اللي بتعاني من الإرهاب والتقسيم ان هم يعني بيتعبوا جدا او بيعملوا جهود مضنية في السعي على ان هم يبقى في حلول سياسية ويبقى في جلوس على الطاولة للمفاوضات. فرق كبير جدا بين انك بتلجأ للحلول السياسية وانت منتصر لان المهزوم بيبقى موقفه ضعيف في التفاوض. يعني مش من حق حد مهزوم ان هو يقول شروط. ولكن ده اللي كان الامريكان بيقوله لنا على لسان هنري كيسنجر قبل الحرب يعني بيقولوا الوضع مطمئن في المنطقه وجثه هامده فخلينا في حاله اللا حرب ولا سلم ديت يعني شيء جميل. وحضرتك هتكتشفي دلوقتي انه في مثلث لاركان الدوله اللي هي الامن القومي ثم المصالح الوطنيه بعدين القاعده بتاعت المثلث هي الجيش الوطني القوي. صحيح. بالمثلث ده حضرتك تقدري تحلي اشياء كثيره جدا وتقدري حضرتك توصلي لاهدافك عن طريق تحديد الهدف التخطيط ثم التنفيذ. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده السفير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق.